لو فكرت كده معايا هتلاقي ان انت النهارده سمعت اغنية راب واحدة على الاقل، ولو انت مخترتش تسمع الاغنية دي بنفسك فغالبا سمعتها في المواصلات او سمعتها في محل من المحلات او حد بيغنيها. وده يودينا لسؤال مهم، ايه اللي خلى اغاني المهرجانات تنتشر قوي بالشكل ده الفترة اللي فاتت، رغم اننا عندنا راب من ايام MTM؟ فاكرين اغنية امي مسافرة؟ ما هي دي راب. الموضوع ده بيحصل بسبب عناصر كتير، اولهم ان في فراغ في السوق. بعد الثورات اللي حصلت في مصر ظهرت فرق اندر جراوند كتير واللي معظمها ما استمرش برضو كتير، وفي نفس الوقت الناس كانت زهقت من الاغاني التقليديه اللي بتسمعها من ايام الالفينات. فلما اختفت اغاني الاندر جراوند السوق بقى فاضي، وهنا الناس راحت لاغاني الراب عشان تسد الفراغ ده وتبقى بديل محترم لاغاني المهرجانات. السبب التاني وهو ان الكلام قريب جدا من الناس، لان الشباب بيحسوا ان كلمات الراب دي كلمات طالعه من معاناة من شباب عايشوا في نفس الشارع وكمان في نفس الظروف، وبالتالي فالكلمات بقت قريبة منهم جدا. اما السبب التالت هو الدراما اللي بتحصل في مشهد اغاني الراب، بمعنى ان الصراع اللي بيحصل ما بين مغنيين الراب في اغانيهم هو اللي بيخلي الناس تستنى اغانيهم اكتر واكتر، وعشان كده المتوقع من اغاني الراب ان هي اللي تسود المشهد اكتر واكتر وتنتشر في كل مكان، مسلسلات واعلانات كمان. وده مش وحش، بالعكس وده نوع احنا بنعرف نعمله وهنحافظ على القمة فيه على الاقل في المنطقة العربية. انت كمان بقى اقول لنا ايه رايك في اغاني الراب، هستنى اجاباتكم في التعليقات. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في حلقه جديده. سارة ميكي.